اليوم في المجزية الثقافي من قناة كوتاما تي في، والبداية بالعناوين. ولاية جيجل تتعطر بذكرى يوم الأرضية الفلسطيني. تواصل القافلتين المسرحيتين عبر بلديات الولاية. وعشاق الشعر على موعد لأول مرة مع ملتقى مغاربي بمشاركة دولية. احتفالا بذكرى يومي الأرضية الفلسطيني، نظم قطاع والثقافة لولاية جيجل احتفالا متميزا بقاعة النشاطات بدارية الثقافة عمر أصديق، يليق بمكانة وتجذر هذه القضية في قلوب الشعب الجزائري. وعرفت هذه الاحتفالية حضور السلطات المدنية والعسكرية للولاية، وعلى رأسها وللولاية بشير فارق والأسرة الثورية، أين قدمت فرقة أغاني العاشقين الفلسطينية وعلى مدار ساعة من الزمن مجموعة من الأغاني المتنوعة من التراث الفلسطيني الأصيلة، تعبيرا منها عن تعلق أبناء فلسطين في مختلف بقاع العالم وحقهم في العودة. ونتشرف بأنه حضرنا الآن اليوم، كان عندنا الحفل في ولاية جيجل، وشكرا لدار الثقافة والسيدة المديرة. فعلا احنا جدا جدا سعيدين بهذا الاستقبال الحافل، وشعرنا كأنه احنا في بيوتنا فعلا والله، يعني كأنه نحن في بيوتنا. فشكرا لكم جميعا. ومن جهة أخرى تتواصل على مستوى البلديات زيامة منصورية، تكسان، براوي بالهادف، السطارة، العنصر، وسيدي معروف. القافلتين المسرحيتين المنظمتين من طرف مديرية الثقافة لولاية جيجل بمشاركة الفنان المسرحي نوري زويكري بمسرحيته وين رانا جايين، ومسرحية حذائي الطنبوري لجمعية الريال الثقافية. وقد لقيت هذه العروض والمسرحية تجاوبا كبيرا من طرف أغلب سكان هذه البلديات الذين استمتعوا بالعروض المسرحية المقدمة. وفي الشأن الأدبي، ستنظم مديرية والثقافة لولاية جيجل ورابطة كتاب وأدباء الولاية جيجل بقاعة سينما الشهيد حمليل المعروفة محليا باسم سينما الصمام فعاليات ملتقى عكاظية الشعر المغاربية أيام 9 و10 و11 أفريل 2018 تحت شعار الشعر والوعي الوطني. وستعرف هذه التظاهرة الأدبية الأولى من نوعها على مستوى ولاية جيجل مشاركة مجموعة من القامات الشعرية المحلية والوطنية وشعراء من المغرب، تونس، وليبيا، أين سيتم خلال هذا الملتقى المغربي تقديم قراءات شرفية شعرية ومحاضرات، إلى جانب تنظيم أمسية شعرية في الهواء الطلق بمنطقة المنار الكبير لإبراز الموروث السياحي الهام الذي تتميز به عاصمة الجوثاميين. وستكون الفرصة أيضا سانحة لأدبائي الولاية وعشاق الكلمة الطيبة للاحتكاك مع الشعراء القادمين من مختلف ولايات الوطن ومن الدول المغاربية. ختام الموجز الثقافي قدمناه لكم من كوتاما تي في، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم.